أسعد الله صباحكم بكل خير وطل عليكم من جديد. أنا المعلمة نغم محمد ديبو من مدرسة الشهيد صفوان يوسف. أتيت لأقدم درسا في مادة العربية لغتي سفينة الفضاء المجال أقرأ وأقرأ وأفهم، ومعي نخبة من تلاميذ الصف الأول سنة عدد رفيقة الطبيعية كريستي غيسلامة، رفيقة الطبيعية آية مازن علوش، الرفيق الطبيعي كرم رامز الشامي، الرفيق الطبيعي محمد أكرم معروف، الرفيق الطبيعي أميرة إياس يوسف، الرفيق الطبيعي زين عبدين وسام عباس. معلمتي محمد مشغول بشيء. محمد ماذا يشغلك؟ إنها سفينة صنعتها من الورق المقوى. إنها رائعة جدا، كيف صنعتها؟ باستخدام الكرتون؟ الكرتون. رائع، شكرا لك. معلمتي سمعت في التلفاز عن سفينة الفضاء، هل هذا صحيح؟ ناسا إنه يوجد سفينة ضمن البحر أما الفضاء؟ يقع في مشكلة لديها مجموعة من الأسئلة، إذا كان لدي أسئلة إلى من ألجأ؟ نعم كرام، إلى المعلمة. أحسن. الأب. رائع. ميرا. الأم. أحسنتم، عندما يكون لدينا أسئلة ولا نعرف أجوبتها نذهب ونسأل أحد نثق به، الأب، الأم، المعلمة، فقط نبحث من خلال محركات بحث الإنترنت ولكن بإشراف الأهل. الآن لدينا سؤال من محمد، هل توجد سفينة في الفضاء؟ وسؤال من كريستي، برأيه محمد أنه توجد سفينة في البحر أما في الفضاء؟ سنجيب عن إجابتكم من خلال تطبيق تقنية من المنصة التربوية تقنية مكعب مير. ما رأيكم أن نبحر في عالم الفضاء لنرى ما يراه الرواد من خلال تقنية جديدة هي تقنية مكعب مير؟ سترون ما يشاهدونه الرواد. المجموعة الأولى مع كرام مكعب، انظروا ما يمسك بيده. آية. ماذا يوجد مع كرام؟ كوكب فضاء. أحسنتي كريستين، ماذا تشاهدين مع كرام؟ كوكب فضاء. المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية، أحسنتم. إذن نستطيع أن نذهب إلى الفضاء ونشاهد الكواكب من خلال هذه التقنية ونحن في المنصة التربوية. انظر يا كرام، ماذا تمسك؟ آية في يدها. المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية. هل تستطيع أن تشاهد كوكب الأرض؟ هل تستطيع أن تشاهده؟ نعم. كوكب الأرض. هل تحبون أن تشاهدوا المجموعة الشمسية؟ نعم. مكعب مع محمد. انظر زين وميرا، انظروا إلى محمد في يده، ماذا يمسك محمد في يده؟ المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية وتدور حوله الكواكب. هل تشعر بحرارة الشمس يا محمد؟ محمد انظر إلى زين، انظر ماذا يمسك زين؟ المجموعة الشمسية. انظر مع زين، المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية. الشمس وماذا يدور حولها؟ الكواكب. هذا ما يشاهده رواد الفضاء وهم في سفينة الفضاء، يرون المجموعة الشمسية والكواكب والنجوم والمجرة. شكرا لكم. والآن سنبدأ بدرس سفينة الفضاء، سنبدأ بقراءتها. هل تعرف سفينة الفضاء؟ تفضلي ميرا. هل تعرف سفينة الفضاء؟ تفضلي آية. هل تعرف سفينة الفضاء؟ تفضل محمد. هل تعرف سفينة الفضاء؟ أحسنتم.
نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. تفضل كريستي. نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. شكرا لك. تفضلي آية. نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. تفضلتي. هل نعم؟ هل نعم إنها؟ نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. أحسن. تفضل محمد. نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. رائعين. لنرى الجملة الثالثة. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. تفضلي آية. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. تفضلي ميرا. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. رائعة. تفضل كرام. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. رائعين. لنرى الجملة الرابعة. تفضل كريستي. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. تفضل كريستي. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. تفضل محمد. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. تفضل زين. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. أحسنتم. الآن من خلال الصور التي أمامكم ستعرض صورة آية وستقومون تعرفوا ما هي الجملة المناسبة للصورة. أعرضين على الجميع آية. قوموا بعرضها. والجملة المناسبة لهذه الصورة. تفضل كرام. هل تعرف سفينة الفضاء؟ أحسنت. من يعيد؟ تفضل كريستي. هل تعرف سفينة الفضاء؟ رائع. محمد أعيد. هل تعرف سفينة الفضاء؟ رائعين. هل تعرف سفينة الفضاء؟ تفضل كرام. البطاقة التي معك، الصورة التي معك، أعرضها على الجميع. أعرضها على الجميع. برأيكم محمد، انتبه، ما الجملة المناسبة لهذه الصورة؟ تفضلي آية. أميرة تفضلي. نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. تفضل زين. نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. رائعين. تفضل محمد. نعم، إنها سفينة تطير بين النجوم. أحسنتم. أحسنتم. رائع. الآن الصورة التي معك زين، عرضها على الجميع. برأيكم ما الجملة المناسبة لهذه الصورة؟ تفضلي كريستي. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. من يعيد؟ رائعة. تفضلي آية. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. رائعة. تفضل كرام. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد الفضاء. أحسنتم. أحسنتم. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد فضاء. تفضلي ميرا. انتبهي إلى الصورة التي تحملها ميرا. ما الجملة المناسبة لها؟ تفضل محمد. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. رائع. تفضلي كريستين. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. أحسنتي. تفضل زين. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. لخدمة الإنسان. أحسنت. من يعيد؟ تفضلي. يجمعون المعلومات لخدمة الإنسان. أحسنتم. شكرا لكم. قراءة رائعة ومميزة. شكرا لكم. الآن مجال أقرأ وأقرأ وأفهم. أختار مع زملائي الكلمة المناسبة لنكمل الجملة. سأقرأ الجملة الأولى. انتبهوا إلى ما ينقصها. سفينة تطير النجوم. ماذا ينقص هذه الجملة؟ تفضل محمد. بين. أحسنت يا بطل. أعيد قراءتها مع كلمة بين. إنها سفينة. إنها سفينة سفينة تطير بين النجوم. أحسنت. شكرا لك. سفينة تطير بين النجوم. الآن الجملة الثانية. تطير بلا. تفضلي كريستي. أجنحة. تطير بلا أجنحة. أعيد الجملة. تطير بلا أجنحة. أحسنت. شكرا لك. الآن الجملة الثالثة. وتحمل فضاء. وتحمل رواد فضاء. أحسنت. رائعة. لنرى الإجابات. سفينة تطير بين النجوم. من يعيد؟
غلزان. سفينة تطير بين النجوم. أيضا تطير. نعم تفضل. تطير بلا أجنحة. رائعة. تطير بلا أجنحة وتحمل. تفضل محمد. رواد فضاء. تحمل رواد فضاء. أحسنتم. سفينة تطير بين النجوم. تطير بلا أجنحة وتحمل رواد فضاء. أحسنتم. لنرى سفينة الفضاء بربكم صديقت من؟ ميرا. الإنسان. أحسنتي. الإنسان برأيك لماذا صديقتنا؟ تقدم لنا. تفضلي ميرا. ماذا تقدم لنا؟ ماذا تجمع لنا؟ تفضل تجمع المعلومات لخدمة الإنسان. يا رائع. زودنا بالمعلومات لذلك هي صديقة الإنسان. برأيكم هل لها جناح؟ هل هي مثل الصخور لديها أجنحة وتطير محمد؟ لا. لا ليس لها أجنحة. إذا صديقة الفضاء سفينة الفضاء صديقة الإنسان وليس لها أجنحة. أحسنتم. أكمل شفويا العبارات الآتية. النجوم أسمي الواحدة منها. إذا النجوم هي مجموعة، مجموعة كبيرة من النجوم. أريد أن أعرف الواحدة منها ماذا أسمي؟ تفضلي كريستير. نجم. النجم. أحسنتي. النجوم أسمي الواحدة منها. عيد ميرا. النجم. النجم. أحسنتي. عيد كرام. النجم. أحسنتم. إذا النجوم جمع أسمي الواحدة منها المفرد النجم. النجم. رائع. الآن كلمة رواد. كلمة رواد. رواد تدل على مجموعة من الرواد. أسمي الواحدة منها آية. تفضل. رائد. رائد. أحسنتي. وننتبه كلمة النجوم تضم للتعريف، فالمفرد يكون فيه للتعريف النجوم النجم. أما كلمة رواد لا تضم للتعريف، فالمفرد منها أيضا لا يضم للتعريف رائد. أحسنتم. رائع. أصل الجملة التي تنتمي إلى درس اليوم بسفينة الفضاء. لدي سفينة الفضاء ولدي مجموعة من الجمل. سنرى هل مرت هذه الجملة أو لها علاقة بجمل الدرس أم لا. الجملة الأولى، هل أحد يستطيع أن يقرأ الجملة الأولى؟ تفضلي ميرا. تطير بلا أجنحة. هل جملة تطير بلا أجنحة يا كرام تنتمي إلى فكرة الدرس؟ نعم. نعم. أحسن. إذا تطير بلا أجنحة نستطيع أن نصلها إلى سفينة الفضاء. تغوص في البحار ميرا؟ لا. شكرا لك. محمد تطير بين النجوم؟ نعم. نعم تنتمي إلى فكرة الدرس. شكرا لك. إذا لدي جملتين تنتميان إلى الدرس. الأولى من يعيد؟ تفضل كرام. تطير بلا أجنحة. أحسنت. أحسنت. تطير بلا أجنحة. الجملة الثانية زين. تطير. تطير بين النجوم. أحسنت يا بطل. تطير بين النجوم. أحسنتم. الآن أصدقائي في نهاية درسنا اليوم نستطيع أن نربط درس العربية لغتي في درس الرياضيات الأشكال الهندسية والمجسمات. فأريد منكم صنع سفينة الفضاء التي سنبحر في سمائها دائما، سنبحر مع الرواد بين النجوم من خلال المجسمات والأشكال الهندسية. من يذكرني بالأشكال الهندسية؟ تفضلي كريستيس. مثلث، مربع، مستطيل، رائعة. دائرة. من خلال هذه الأشكال الهندسية نستطيع صنع سفينة الفضاء. أريد أن أراها معكم في الدرس القادم. شكرا لكم. والآن تستحقون قلادة النجوم. كنتم رائعون. شكرا كريستيس. شكرا آية. شكرا كرم. المجموعة المميزة. المجموعة الثانية. شكرا زين. زين العابدين. رائع. ميرا الرائعة.
ومحمد المميز. انتهت رحلتنا بين الكواكب والنجوم إلى اللقاء. كل الشكر للمؤسسة التربوية في طرطوس، وشكرا لكم أحبتي.